مر لبعض واحد من هذا اللي هي هذا يونسم قرب مدى ملوبي وقابل سن حقوق لسانك يتسع عطو أنيتا مجاني يو أحمد عثمان جامع أنيتا مجاني وها مدح حقوق لسانك يجلس الجلكة يو صوص تواه عبد غني وكسره أنت كدب رهانتي واحد من هاي ده الإسلام النوم كتاب القرآن الكريم كا أيه اللغو ده يهي أرنت حقوق لسانه وأيه إلهي بقى أودي جاي شرعي قف كستا حق ولي يا وينكو حق ولي يا رجو حق ولي يا قلور بحق إلهي ده إلهي بقى أودي جاي مركا دينو دات مسلم هاي وحمهيمة إلى نخدع قرنو كتاب كين ونستعمل له حقوق ده أو نوقف ولا بقى أودي جاي أنكو تحكي هذا تاكي صنعه السنة الأخيرة شرع قوين وصرية ومهم قف كسو بلا هذا حق يسئل السيا وحق محكمة ده حق جيلشة حق ماركتي أسكرة بوليسك صراحة ده نسوق هذا إنه وين قف كلا سوق بتها أفر يلا بعد الساعة دوت وحكبة ده أن لقوه هنا جلك وإستيشك ولو قد بيو محكمة ده وكان واحد نقدر دار يا قرض أي جيش يولي بجوكته ماركتي ألكم فديها يقولون كخربا إلا إلهي حق قفك بلا أذن كليه دنبيله حق بوليه مركز سوق بتو إن حق يسلا إلهي أيام هنا سمينا أركلون نوفر جاي تبارك الرتب حكوس عبسي هاي كهر تجده كسرين تشرع جا يالحساب تكهاي ده دولة ده سلا إلهي حقوقات كأساس جا إدت كنا إليه هنا مركز لقى هر تجاي لقى إن لقى هر تجا كسرين تشرع جا لنا الحساس تما هاي ده الدولة كوا محل جا يكو السرابة أي إيمان السارونتي إن حقوق ضد كلايل عليه بركة توبر كنا نروح سعند أنا مطلوب عشاء ما أنت يبري وحين كده دونا رونتي أو إن السويد أرسنت أنا ستة إنه حوتشين لحين إن شرع وسرية إن لنا كرنا لو بقاد لا حقوق ضد الإنسان كم حقوق ضد عدمها إن ما دام رونتي دولة عصمنا ما كلاطي ودور شوي كم كلاجس صباحي فرصة بيرنتي إنه نقدن ده إنه حوجنا إن شرع وسرعيه لنا إلى عليه حقوق أساسية جدتك كاتوبر كرنتي وح إنه ده ده طلع وضع عشوه صعده ووضع قبريه وركم حلقة الصوستة يهاية أنصم قيمة الحقوق ده عدمها ويكسر عدان أنيته يعنيه وحكله يقول إنه لو كرنتي حملنا كله النور هذا شطوري كميدين وصيف زايته كسر عده توبرك وحق قيمة جلية بالشدة ريت كا إذا مدى أسلوبته ما طبعا يقولون رنتي لا تحلقا حقوقاتك أساسية أو محابس بطن حيان وحكرا يقولون رنتي نقال قيب كلاية تذكر السنة أمه الدولة دي قبل كاودو سيدة يسدوها وسارة شاق قلنتي يارمها بلشادة يقول دي دا حوان كأه حقوق دعرورتا Come to the workshop on combating impunity and also applauding the rule of law. We are here today with the local council, with the governor, deputy governor, with the civil society organization to work together as partners to enhance the compliance of Somaliland on human rights. And this workshop is going to build the collaboration between local government and civil society organization to help citizens of Borama to have to live in dignity as a human being. So this is why we bring together the two community, both the local government as well as the civil society organization, to discuss on key issues that will help advance human rights in Borama. Thank you for all of you for coming. We hope that we'll have a fruitful discussion and that we will reach a very peaceful and developed Borama. Thank you.